الرئيسية المفتوحة حققها الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني مرافقا ومتابعا لهذا الشعار العملاق الشعار هجن الشقب. أيها الإخوة المتابعون، المايكروفون يعود مجددا للأستاذ محمد بن مريك المري. إذن تتواصل مشاهدين الأعزاء أشواط الذهب، أشواط الرموز الذهبية في هذا المساء، وتتواصل أيضا الأخبار الحصرية هنا في ميدان الشحانية، حيث أعلنت قبل قليل مؤسسة هجن الشقب اعتزال الميهولة للسباقات في هذا الموسم، على أمل أن تعود بإذن الله للمنافسات في الموسم القادم في سن الثنايا ومع رموز الذهب في سن الثنايا. حيوا الميهولة، حيوها، ونتقدم بالتهاني لمالك هجن الشقب على فوز مبلش والميهولة بالرموز الذهبية الأشواط المفتوحة، سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني. تتواصل الأشواط الأولى الرئيسية الذهبية، وانطلق قبل قليل الشلفة الذهبية للعمانيات، وأرحب بالزميل شجاع العتيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. متابعينا مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساكم وجميع يوقاتكم بكل خير، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة، ينطلق بحفظ من الله ورعايته. الشلفة الذهبية للأجداع العمانيات، ومن مسافة 6 كيلومترات انطلقت هذه الأسماء، انطلقت هذه الشعارات بحثا عن الشلفة الذهبية. أتقدم مباشرة مع المركز الأول، أتقدم مع البداية، الله ضي مع المركز الأول بشعار هجن الشقب. تتقدم على أول الأسماء، تنطلق ضي، يتقدم الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني، يقدم لنا ضي، يقدم لنا ضي، يقدم لنا ضي هنا بشعار الميهولة صاحبة الشوط الرئيسي، صاحبة الشلفة الذهبية، وأيضا يتقدم بشعار مبلش صاحب الشوط الرئيسي، صاحب الخنجر. الله يا ضي، ثاني الأسماء يصل الشعار الغرفاوي، يتقدم الشعار الغرفاوي على المركز الثاني، يغير مع المركز الأول، تتقدم هقاوي، هقاوي يا هقاوي، هقاوي يا هقاوي، هجن الغرافة، سالم بن عامر بن راشد المدهوشي يتقدم مع المركز الأول، يتقدم مع هقاوي المركز الثاني. تصل في هذه اللحظات نوادر مع المركز الثاني، هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية يقدم لنا المشاغب. نوادر هنا في مركز الوصافة، تتقدم نوادر بالشعار الأدعم، شعار هجن الشحانية المركز الثالث. تصل سلمى، سلمى مع المركز الثالث، سلمى هجن الشقب، سالم بن جابر بن محسن بن جبران يتقدم بن جبران على ثالث الأسماء، يندفع بسلمى على المركز الثالث. المركز الرابع، مرحبا بهذا القدوم، وصلت الحذرة، الحذرة مع رابع الأسماء بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني، يتقدم الزعبي، يتقدم الشرس، راشد بن بطي بن محمد الزعبي يقدم لنا الحذرة، الحذرة، وحذاري من الحذرة من تتقدم على رابع الأسماء. المركز الخامس، وصلت هنا الرمضة مع خامس الأسماء، الرمضة مع المركز الخامس، هجن الشقب، سالم بن جابر بن محسن بن جبران يتقدم بن جبران أيضا مع رمضة، ولكن وصلت، وصلت أسرار من تكشف الأسرار هنا مع المركز الخامس، هجن الشحانية، جابر بن سالم بن فاران المري يقدم لنا أسرار، يتقدم
يتقدم مع إصرار. هكذا كانت النتيجة متابعينا الكرام للخمسة المراكز المتقدمة. أعود مع المركز الأول، أعود مع الشعار الغرفاوي، يتقدم مع هقاوي، هقاوي على أول الأسماء، هجن الغرافة، سالم بن عامر بن راشد المدهوشي يتقدم مع المركز الأول، يتقدم مع هقاوي. المركز الثاني وصلت سلمى، سلمى يا سلمى، سلمى يا سلمى، هجن الشقب على ثاني الأسماء. من يقدم لنا سلمى؟ سالم بن جابر بن محسن بن جبران، يتقدم بن جبران على المركز الثاني. المركز الثالث وصلت هنا نوادر، نوادر مع المركز الثالث، هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية، يصل هنا المشاغب، المشاغب يتقدم مع نوادر. المركز الرابع وصلت الحذرة، الحذرة، الحذرة مع المركز الرابع لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني. الشرس، الشرس راشد بن بطي الزعبي يقدم لنا في هذه اللحظات الحذرة، الحذرة يا الشرس، الحذرة يا راشد. المركز الخامس وصلت أسرار، أسرار، أسرار غيرت مع المركز الرابع بالشعار هجن الشحانية، الشعار الأدعم يتقدم هنا مع أسرار، يتقدم جابر بن فاران المري هنا مع أسرار. ولكن أعود، أعود مع هقاوي، أعود مع هقاوي، أعود مع المركز الأول، هقاوي مع المركز الأول، هجن الغرافة، سالم بن عامر بن راشد المدهوشي المدهش في التضمير، هقاوي المدهش، هقاوي المدهش، هقاوي المدهش. ولكن وصلت سلمى، وصلت سلمى، وصلت سلمى، وصلت سلمى هنا بشعار هجر الشقب، غيرت مع المركز الأول بن جابرون. ما من همان، يبدو بأنه اكتساح شعار هجر الشقب للرموز الثلاثة. تتقدم سلمى، تتقدم سلمى، تنطلق سلمى مع المركز الأول، هقاوي هجر الغرافة مع المركز الثاني. ولكن وصلت هنا، وصلت هنا ضي مع المركز الثالث، ضي على ثالث الأسماء، هجر الشقب الهادي، الهادي، الهادي. لا هدوء بعد اليوم، لا هدوء بعد اليوم، لا هدوء يا الهادي. انفجرك البركان، انفجرك البركان. الله يا ضي، ضي يا ضي، ضي يا ضي. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، كيلو الشلف الذهبية. ولكن سلمى، 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 سلمى مع المركز الأول، هجر الشقب، هجر الشقب بن جبران. ولكن الهادي، الهادي، الهادي مع ضي، مع ضي، مع ضي، انطلقت مع المركز الأول، انطلقت مع البداية. هجر الشقب، هجر الشقب، هجر الشقب. سعيد بن عبد الهادي الشواني، هقاوي الغرافة، هقاوي الغرافة، هقاوي الغرافة، الشعار الغرفاوي. ولكن هجر الشقب، هجر الشقب، هجر الشقب، اكتساح للرموز، اكتساح للرموز، اكتساح للأشواط الرئيسية، شوط العمانيات. مع ضي، مع ضي، مع ضي، مع ضي، هجر الشقب، هجر الشقب، هجر الشقب. الهادي، 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 ينفجر كالبركان. الله يا ضي، يا ضي، يا ضي. سلام، 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 ثلاثية، 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 سلام. الرموز إلى هجر الشقب، الرموز إلى هجر الشقب، سلام يا هجر الشقب، سلام على هذا الفوز والانتصار. وتانية لمالك هذا الشعار سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني على هذا الفوز والانتصار. وثلاثة رموز، الشلفة والخنجر وشلفة العمانيات مع شعار هجر الشقب والهادي، ينفجر كالبركان هنا في هذا المساء، مساء الرموز، مساء الذهب، مساء الأشواط الرئيسية. تهانينا والناموس لهجر الشقب على انتزاع الشلفة الذهبية، شلفة الابكار العمانيات المركز الثاني. وصلت هقاوي هجر الغرافة، سالم بن عامر بن راشد المدهوش المركز الثالث، سلمى هجر الشقب المركز الرابع،
الدوحة هجن الشحانية المركز الخامس. أسرار هجن الشحانية. إذا المتابعين مشاهدينا الكرام أينما كنتم، تهانينا والناموس لهجن الشقب على انتزاع الأشواط الرئيسية الثلاثة رموز في هذا المساء، وتهنئة للهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني على هذا الفوز والانتصار، وتهنئة لمالك هذا الشعار سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار وانتزاع ضي للشلفة الذهبية. التوقيت الزمني ساعة وصول ضي إلى خط النهاية منتزعة شلفة الأعمانيات الإجذاع 9:99 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لك يا الهادي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت حقاوي هجن الغرافة سالم بن عامر بن راشد المدهوشي 9:04 27 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث وصلت سلمى. المركز الثالث سلمى هجن الشقب سالم بن جابر بن محسن بن جبران. التوقيت الزمني 9:04 75 جزء من الثانية. تهانينا والناموس متابعينا.